بونسوار، معكم ماجي كشيشيان من مركز أرقفة للشعر المستعار. رح نفرجيكم آخر الابتكارات الشعر المستعار وقدي سهل استعماله. مثل ما عم نشوف هلا شعراتي منن كتير طوال ولا قصار ولا كتير عباية ولا خفيف. هلا رح نحط لهم اكستنشن مشان يعطون طول وعباوة. أول ستيب رح نعملها، رح ارفع شعري ورح احط كليبس من فوق تركب الاكستنشن. مثل ما عم نشوف كتير سهل استعمالها، كل سيدة هي بالبيت فيها تستعمل الاكستنشن وتحطها وتشيلها ساعة ما بدها، بيعطيها طول وكثافة. رح ارجع حط تاني خصلة من الاكستنشن، عم بفتح الكليبسات تثبتهم على شعراتي، كتير سهل استعمالهم. السيدة فيها تحط قطعتين أو قطعة واحدة حسب شعرها قدي فيه طول وكثافة. أهم شيء يكون نفس النوعية ونفس اللون الشعر مشان ما يبين الفرق أبدا، والطعجة لازم تكون نفس الشيء. وهول شعر طبيعي، إذا حبيت أعملهم ليس في أعملهم، إذا حبيت أعملهم كيرلي أو ويفي أكيد كمان في أعملهم. هلأ رح حط غرة. مثل ما بنعرف كتير درجة الغرة، مش كل سيدة بتحب تقص غرة لأنه بتاخد وقت تتطوال بتكون ريحة الموضة. فأنا بدقايق قليلة بيكون صار عندي غرة، في حتى وشيلها ساعة ما بدي. هلأ بدي أعمل شي كتير سريع، رح أربط شعراتي بالمغيات العادة. أكيد في أعمل شوي شعرات بومبي من قدام وغير له الفورم، بس أنا هون هلأ رح فرجيكم قدي سهولة الكلامبات على الشعر. صار عندي مظهر أنيق. هيدا الطويل أفضل أنه ينحط إذا عنده شي مناسبة أو سهرة. رح جرب القصير، هيدي فيه استعملها على موديلين. أول موديل بهالطريقة، هيدا فينا نستعملها بنهار لأنه كتير سامب ما فيه شي. فينا كمان نقلبها ونعملها على أقصر. هول كتير براكتيكال للسيد أو الأنسات اللي بدون يتجوزوا. وهلأ جربنا شينيون جاهز، أكيد كتير سهل استعمالها. فينا نشيلها كمان بثواني. في عدة موديلات وستايلات وألوان، رح فرجيكم الموديل كتير حلو. بتكون جاهزة هيك بالبيت وانت بتثبتيه على شعراتك، بتاخد أقل من نص دقيقة. هلأ رح جرب البيريك القصير لكل السيدات اللي ما بحبوا يقصوا شعراتهم قصار وعبالهم يغيروا اللوك أو اللون، فيهم يحطوا بيريك. مثل ما عم نشوف في عدة ألوان وستايلات وموديلات لكل السيدات اللي بيحبوا يغيروا لوك، ما قلن إلا أرقفة للشعر. لكل المعلومات الجديدة والموضة الجديدة ما قلكن إلا تابعوا سيدة نت.